ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا كل يوم بنفكر هنعمل سحور ايه ومحتاسين. كل يوم سحور، كل يوم سحور. تعالوا نعمل السحور النهارده سوا. حطيت طاسه على النار وفيها شويه زيت وسخنت. هبدا اعمل الفول. هنعمل النهارده فول بقوطه. امبارح كنا عاملين فول ببيض اهو. هسيبها تتسبك شويه وبعد كده ابدا احط الفول. اهي القوطه بتتسبك، لما تتسبك خالص هبدا احط الفول. اهي القوطه اتسبكت خالص اهي، هبدا احط الفول. الفول مجمد عشان انا عاملاه هنا في البيت، لسه مطلعاه من الفريزر. هبقى اعمل معاه فول في مره، طعمه خطير قوي، حلو قوي. هسيبها كده لما الفول اهو لسه مفكش قوي. هحط التوابل بتاعتي. دي كزبرة على كمون على حبة شطة على ملح. نعمليهم كده عشان يسهلوا الموضوع. الفول اهو يا جماعة خلاص وصبيته. وشوفوا بقى نتسحر ايه، لانشون وخيار وزبادي وبطاطس وبطيخ وبيض وجبنة. كل يوم نوعه بقى في السحور عشان ما تزهقوش. يلا كل سنة وانتم طيبين، اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس.